انتوا يعني تعرفوا عننا ان احنا بتوع غم ولا بنغمكم ولا بننكد عليكم في الحلقه دي؟ ما بيحصلش. جالي في الورق بتاع الحلقه بتاعت النهارده فبيبعتوا لي المعلومات عن الشخصيه اللذيذه، المفروض ان هي لازم اساسا تبقى لذيذه، تبقى مبهجه، ده الاساسيات. فقالوا لي ايه، عملت حادثه في شهر العسل قمت عامله كده، وجالها طبعا قطع في النخاع الشوكي ومش عارفه كسور، عارفه ما تكملش. قلت ايه ده الكلام ده، مبعوت لي امتى؟ الفجر. طب انا يعني ماشي، واحنا ما بنحبش النكد عن الناس، بس كذا وكذا وكذا وكذا، وبقت كويسه وبقت عملت حاجات. فانا بقى قاعده مستنيه اللي عامله حادثه في النخاع الشوكي، فبقول لهم فين فين دي اختها؟ قالوا لي لا، هي يا جماعه دي داخله عادي، دي قمر ساره سعد متخصصه في الابحاث الدوائيه. ايه الطعامه واللذاذه والشياكه والاناقه واللذاذه دي كلها؟ ربنا يخليك. والله العظيم انا بس ايه هصورها لكم كده على السوشيال ميديا بقى وهي ايه بتتمشى. القصه بتاعتك ملهمه. انا طبعا بعمل حلقات كتير جدا من هذه النوعيه، ورحت بقى صورت في مراكز تأهيل وكده، بس تظل في حتة بتوجع طبعاً. أنا مش شايفة أي حاجة، الحمد لله والشكر لله. في وجع داخلي مش باين. الحمد لله. أنا شايفة حاجة مبهجة. أكيد في وجع داخلي، ما في حتى السلام بيبقى عندهم وجع أكيد داخلي. أكيد دي سنة حتى الحياة. السلام. بس أنا شايفة حاجة جميلة قوي. انت اولا خريجه صيدله وعامله ماجستير وبتشتغلي شغلانه عظيمه وجايه من الشغل دلوقتي، احكي لي اصلا الموضوع من البدايه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هو شورت كات كده حصل. هو انا اتخرجت من الكليه عادي وانا عندي 22 سنه، بنت بقى لسه متخرجه، انت عارفه اللي هو لسه هتبدا الحياه يعني. فعندك بقى طموحات وحاجات، وهعمل وهعمل وهعمل، بس سبحان الله احنا بنفكر في حاجه وبيبقى حسابات ربنا غير يعني. صحيح. كنا مسافرين عمره بعد الفرح، فالعربيه اتقلبت بينا قبل ما تطلعوا العمره؟ ما كنتش رحت، ما شفتش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، حادثه. سبحانك يا رب. بعد ايام من الفرح، فلسه برضه تجربتي في الحياه ما فيش يعني. فانا 22 سنه لسه مش فاهمه، لما دخلت المستشفى في الطوارئ مش فاهمه اللي بيقولوه يعني، انت عارفه، او مش متوقعه. احنا دايما هقول لك، احنا دايما عندنا اقتناع ان الحدث ده بيحصل لحد تاني، ما بيحصلش لينا. لو انت بيجي لك بقى شويه اللي هو انا اللي بيتكلموا عليها دي، فانت في دنيا تانية حرفيا. فمشيت من مستشفى لمستشفى، كان الحادثه حاصله اصلا في طريق العمره. نقلت المستشفى في في في, في مركز اصغر للمستشفى في المدينه. انا تقريبا الوحيده اللي دخلت السعوديه وخرجت منها ما شفتش اي حاجه في السعوديه. يا حبيبه قلبي. والله انت عملتي الحادثه في السعوديه؟ اول يوم سفر ليا يا روحي. اول يوم سفر ليا بعد الفرح يا روحي، بقدر الله يعني. ففجاه انت في بلد غريبه، ما تعرفيش حد، ما تعرفيش حتى البلد دي نظامها ايه، المستشفى دي نظامها ايه. ندخل قسم نسائي، طب واللي معايا فاهمه انت عارفه جوزك مش معاكي مش جنبك؟ لا، اللي هو بقى هو معايا بس هو مش هينفع يدخل عشان هم عندهم زي قسم. انت لسه حتى ثقافه البلد، انت اللي هو اول يوم انت عارفه سبحان الله، على طول خبطه بقى على الدماغ بقى. وفجأة لقيت نفسي مرمية في صحراء في وسط جبال، العربية مقلوبة، بحرك جسمي بصرخ، ما فيش أي حاجة خالص يعني. هي الخبطة جت من ناحيتك؟ لهجة الناس اللي حواليا اللي بيطلبوا إسعاف معرفهاش. فأنت حاسة بالغربة والرعب بقى، مش الخوف، الرعب بشكل لا تتخيليه. وبعدين طلبوا إسعاف، اتنقلت من المستشفى. كان حالتي صعبة طبعا، كان عندي نزيف وواحد وكسور عمود فقري. طبعا ما كنتش أعرف لسه أن أنا حصل إنجري في الحبل الشوكي يعني. بس اللي هو أنا في يعني على الأرض في الرمل، فبحاول أنا بتوجع أو عندي ألم رهيب، عندي ألم اللي هو بصرخ لحد ما يغمى عليا يعني. فبحاول أعدل نفسي، أنت عارفة سبحان الله في حاجة كده زي حاجة طبيعية، أول ما بنتألم جسمنا بتبتدي تفركي أو تتحركي. لا، جسمي ما بيستجيبش يا روحي يا وراسي قلبي. بقى في الرمله، فانت متخيله وشي في يعني وشي في الرمله يا قلبي يا بنتي. فالموضوع كان صعب جدا جدا جدا. انا بيتهيألي الساعتين اللي اتنقلت فيهم من المكان ده للمستشفى هم اطول وقت عدى عليك يعني، عدوا عليا 80 سنه.
هناك التمريض ما بيكلموش نفس اللهجه، مش عرب اصلا. عملتي الغربة بقى. عملتي هناك عمليات ولا جيتي على مصر؟ عملت، انا دخلت المستشفى وعملت عمليه كبيره، بس انا كان حظي شويه الحمد لله او قدرا هو من عند ربنا، هو كان واحد رمضان 2009، فواحد رمضان لا في دكاتره وبعد الفطار فانا دخلت بقى اللي هو يبقى كمان تاني خطوه اللي هو انا داخله ما فيش يعني لا في دكتور تعرفيه متجهز لك، لا انت دخلتي خلاص طوارئ بقى ايه وقدر ربنا هيمشي عليكي هيمشي عليكي يعني ما فيش تدخلات. الامور كلها بره تدخلات والسن صغير انه عنده الحكمه او 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 الفهم لامر يعني ساعتها السن بيبقى صغير ما في عدم استيعاب لاي شيء في الدنيا اصلا. بالظبط. بس هقول لك على حاجه، اوقات يعني انا عندي اقتناع دايما ان ربنا بيقدر حاجه هو بيحط جواكي حاجه بقى خلاص يا تتقبلي ده صحيح هتكملي بشكل او باخر يعني هو هيحط جوانا الفكرتين، وانا بحس ان البني ادم عنده الاختيار بقى هيختار انهي فكره. بايه الفكرتين؟ الفكرتين يا هتتقبلي ده وتعتبري ان اللي فات ده شابتر وربنا قدر ان انت تعيشي 22 سنه في كامل صحتك وكامل حركتك، وان الجاي ده معطيات جديده بقى وحياه جديده فهتتقبلي تكملي كده، يا اما هترفضي وهيبقى بقى الرفض طبعا مصاحب بغضب بحاجه بنكد، في الحالتين برضو عيانه وتعبانه وغضبانه. صحيح. يعني وضعك ما اتغيرش. فالاختيار التاني انا حسيت ان هيبقى في يعني اقرب ليا انا كساره يعني، وهيبقى في انت عارفه اللي هو ايه يعني الاختيار ما يبقاش ضرب نار من كل ناحيه يعني. يعني في ناس متخيلين ان هم الشكوى الكتير او كذا هتغير ايه؟ هتغير ايه؟ هتعملي ايه؟ في الاخر برضو تعبان. يعني في اللي هو اسمه نكد فوق النكد وغم فوق الغم. وحالتك هتسوء يعني حالتك هتسوء وهتبقي مكتئبه وتعبانه وبرضو برالتك مشلوله في السرير. طب ايه؟ طب انت المفترض انه الكسر في العمود الفقري وقطع في النخاع الشوكي. انا ما كنتش لسه متفاهمه حالتي، لان خدي بالك احنا ما بنكتشفش عامه اصابات الحبل الشوكي غير بالوقت. الحاجات دي يعني بتعمل شلل ولا بتعمل ايه؟ مش بتحرك خالص يعني، مفيش حركه نهائي ولا حتى بتقلب في السرير على مرتبه هوائيه بقى، وكره فراش ومرتبه هوائيه وقصص كتيره قوي. لا انا قعدت في القصه دي، لا هو كل حاجه كانت مرحله، بس قعدت في القصه دي كتير. انا ستيل لحد الان عندي اصابه حبل شوكي وعايشه على سيلف كاستراليزيشن يعني بعمل استرا نفسي يعني ساره. بسم الله ما شاء الله. لا بس انا ما بمشيش حلو قوي يعني. انا ما شفتش ماشي بغندره كده بغندره بس يعني ما شاء الله.